100 مخالفة هي حصيلة جولة تفتيشية قام بتحريرها مفتشو فريق متابعة المخالفات والشكاوي والباعة المتجولون في بلدية محافظة العاصمة. جرى ذلك أثناء جولة تفتيشية في أسواق منطقة الصالحية. قام الفريق بعمل 100 مخالفة قانون 9/87، والجولات التفتيشية نقوم فيها دائما باستمرار بالأسواق وعلى محافظة العاصمة، وأيضا يقوم الفريق بمتابعة الباعة المتجولين. رصد المخالفات وتفعيل القانون رقم 9 لسنة 1987 والقاضي بحظر إلقاء الأوراق والعلب وأعقاب السجائر في الأماكن العامة هو أساس عمل فريق التفتيش في بلدية الكويت. دائما نقوم في الجولة هذه كمفتشين حنا، وتعادل المخالفة طبعا هي حسب القانون 9/87 من 5 دنانير إلى 100 دينار تعادل. نضبط فيها المخالفين اللي يقومون برمي أعقاب السجائر ويقومون بالبصق ورمي النفايات، وأوجه رسالة حق المواطنين والمقيمين مرتدي الأسواق بالالتزام بقواعد وقوانين النظافة العامة. تسعى بلدية الكويت من خلال الفرق التفتيشية إلى المحافظة على النظافة في الأماكن العامة، وذلك للحفاظ على المنظر الجمالي للبلاد. سلمان الغضوري، تلفزيون دولة الكويت.